فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بوجوب النية في الوضوء أن أعين صلاة معينة لذلك الوضوء مثلا؟ لا لا، ما تربطه صلاة معينة، توضأ لرفع الحدث، صليت أو ما صليت. نعم. وهل إذا توضأت بنيتي أنها لصلاة واحدة ثم صليت بذلك الوضوء خمس صلوات، سلبهم يد صلاة ما يخالف، إذا ارتفع الحدث والوضوء باقي ولم ينتقض فصل به ما شئت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.